فكما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شو تي في، في الاثناء يعني تتم الاجراءات القانونيه يعني قبل اجراء المباراه، يعني تتم تسجيل اللاعبين اللي غادي ياخذوا هذه المباراه، يعني لا مسؤولين ديال فريق الرجاء الرياضي لا مسؤولين ديال فريق الوداد الرياضي، يعني كيسلموا الرخص ديالهم حكام الطاوله. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شو تي في، كيتم الان يعني تسجيل اللاعبين وكذلك تسليم الرخص ديال اللاعبين لحكام الطاوله. يعني رغم ان ولكن هذه الاجراءات ضروري منها، يعني حكام الطاوله فهم الان كيسجلوا اسماء ديال اللاعبين لا نقولوا انهم كالفين في هذه المباراه. كذلك يتم التاكد من رخص المباراه او رخص اللاعبين. يعني كما كتشوفوا هذه الصوره هذه يعني ما كتعطيش يعني المستوى ديال كره السله المغرب، خصوصا المباراه اللي كتجمع كما كنقولوا بين جوج ديال الفرق اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره. يعني كما كتشوفوا معنا لحظه ترقب لاعبين فريق الوداد الرياضي، في الجهه المقابله لاعبين فريق الرجاء. يعني كيتم الاجراءات يعني ديال ما قبل المباراه، يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في في الشارع لاول مره في دمشق، فهي كتعمر في الشارع. يعني سابقة في تاريخ كرة القدم، يعني في دمشق كتعمر في الشارع كما كتشوفوا معنا. كذلك مشاهدي قناة شوف تي في، لاعبي الوداد الرياضي الدور ديالهم كينتظروا يعني القرار الأخير. كذلك كيتم تسجيل الحكام. يعني كما كنقولوا سابقة في تاريخ كرة السلة المغربية وفي تاريخ يعني الرياضات في المغرب جماعية، فالفيد ماش فهي كتعمر في الشارع غياب قاعة اللي كتحتضن هاد الديربي هذا. Thank you.
حسين. ففي الاثناء فممثل فريق الوداد الرياضي فغادي وغادي يتم اعطاء المبلغ الخاص بالحكام. يعني كما كنقولوا المبلغ الخاص بالحكام فتم التسليم ديالو من طرف ممثل فريق الوداد الرياضي اللي هما اللي مدخلين في هذه المباراة. يعني جميع الإجراءات فتم إجراؤها في هذه اللحظات. يعني في هذه الأثناء يعني بعثة فريق الرجاء الرياضي فغادرت محيط الملعب. لاعبي فريق الرجاء الرياضي يعني كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي بكثرة بأنهم بقاو واقفين هنايا فارتأوا أنهم يمشيو لأحد المخابز القريبة من هنايا من دونور باش يتناولوا بعد الوجبات. يعني غريب ما يقع الآن أمام دونور ديربي، لأول مرة غادي نشوفوا ديربي دون يعني إجراء مباراة. ديربي في الشارع Thank you.
Assim. كما كتشوفوا معنا روح رياضيه بين لاعب ديال فريق الرجاء الرياضي وكذلك لاعب فريق الوداد الرياضي. يعني روح رياضيه ما بين لاعبين، رساله لبعض الجماهير